الحاجه دي. خش. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا استاذ عبد الرحمن؟ اتفضل. انت راجل 100% وانا بموت في البرنامج بتاعك ال 100% زيك. ربنا يخليك. بعد اذنك يا دولي، عشان الراجل ده ممكن اتكلم فيه للصبح. يا راجل يا محترم، يا محترم. سلام عليكم. عليكم السلام. دينا قالت لي انك عايزني. بس في الحقيقه هي ما تعرفش ليه، لان انا ما حبيتش اقول لها، لان عارف ان الموضوع ده بالنسبه لها حساس وممكن تزعل وتحاول انها تقنعني، وانا في الحقيقه مش هقتنع. خير؟ انا عايز استقيل. الاي سي بي هم عرضوا عليا شغل، اظن ده مش سر يعني. هكلم لك عباس يصرف لك اي فلوس متاخره، ما تقلقش. الله يخليك، الموضوع مش موضوع فلوس نهائي. انا حتى كنت بفكر ان انا اتنازل عن كل حاجه. حد زعلك ولا ايه؟ ادم ايه؟ انا راجل مش بتاع صراعات ولا مشاكل. يعني مش بتاع دنيا؟ نعم. ما الدنيا عباره عن صراعات ومشاكل. امال انت فاكر ايه؟ طالع بمكاني هنا يومين ولا ليه؟ ساعه واحده اقعد على الكرسي ده ساعه واحده وهتشوف. وانا عليا مندب ايه؟ انا مش متعود على كده. ما تتعود يا اخي، تعود. واحد عامل برنامج كسر الدنيا وهيبقى برنامج يومي، عايز الناس تسيبك في حالك؟ طب ازاي؟ وبعدين معلش يعني، انت لو رحت الاي سي زفت ولا السي ان ان حتى، فاكر ان محدش هيضايقك؟ مش هيزعلوك هناك؟ دي شغلانه الاضواء والشهره والفلوس، يعني مطمع لناس كتير جدا، واغلبيه الناس دي زباله. لا ضمير ولا اخلاق ولا مراعاه للصحبيه ولا العشره. وبعدين معلش يعني، خليني اقول لك كلمتين كده وارميهم البحر. وانت مش قعدت بديكوا سنتين؟ في الحقيقه هما سنتين ونص مش سنتين، بس انا عندي استعداد اقعد 10 سنين لحد لما الاقي المكان اللي يناسبني ويناسب مبادئي. سهل مش صعب. ازاي؟ اللي انت عملته ده سهل قوي. سهل ان حد ينسحب من المعركه ويقعد في بيته ويبقى فاكر ان دي بطوله. دي مش بطوله، اي حد في الدنيا ممكن يعمل كده. انما الصعب والجدعنه اللي بصحيح ان الواحد يغوص في الطين وما يتوسخش.